السلام عليكم خاوتي، اش راكم؟ لاباس بخير؟ معكم توجور صوفي ميكانيك في فيديو جديد مع الجريت وول مع الفلوري توجور. بون، هاد المرة عندنا مشكل تاع عندنا حس في الكوتي تاع لابواط سيارة نوع جريت وول فلوريد ان 5 في في تي. بون، حس راسب مشت اسم درت التشخيص تاعي، الحس راه في لابيتي، حس راه في الميكانيزم، ممكن لي روسور تاع الديسك، ممكن لابيتي باسكو كي يفسر لومبريش تسكت، ممكن ايضا يكون الحس في لابوات، فور بوسيبل يكون الحس في لابوات، يكون باسكو كون تنقص الزيت تاعها يشوف في بينيون يقعد يرحي. وهنا واش نديرو؟ هنا نقلعو لابوات تاعنا، نفيريفو لابيتي، نحو لابيتي نلقاوها مديش الحس، نعرفو بلي الحس راه في لابوات. نفيريفو تاني الميكانيزم، نشوفو الديسك بلاطو تاعنا إلا كانو ملاح، إلا كانو لي روسور يديرو الحس تاني، باسكو لي روسور كي يعياو تاني يولو يديرو الحس. معنتها هنا لازم فيريفيكاسيو، لازم تنحى لابوات وتفيريفي باه تعرف الضر تاعك وين راه. لهذا ننصح خويا مزيش تمشي بالسيارة تاعك، حبسها، ديها عند ميكانيسيان، نحي لابوات تاعك، فيري فيها، شوف واش كاين واش ما كانش، فيري في الحس من راه جاي، ممكن تكون رول موتور لابوات، ممكن تكون رول موتور على تاع الفولون موتور، تاني فيها واحد الرول مو صغيرة، تاني هاديك كي تروح دير الحس. كاين بزاف تاع التشخيصات دروك، لازم توقف عليها، لازم تفتح باه تعرف المشكل وين راح. هذه هي فيما يخص الفيديو تاعنا اليوم، وحنا نبداو بالصغيرة، دائما نبداو بلابيتي ونجو رايحين. هذه هي فيما يخص الفيديو تاعنا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله، ونتلاقاو في فيديوهات اخرين ان شاء الله، وتصبحوا بخير.